في ظل الضغط الشعبي على الحكومة البريطانية بشأن السعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، شهد مجلس العموم البريطاني تساؤلات متكررة من طرف النواب لوزيرة التنمية البريطانية أنالسي دودز بشأن الوضع الإنساني المقلق في غزة. منذ الهجوم المدمر الذي شنته حماس على إسرائيل قبل أكثر من عام، قتل ما يقدر بنحو 42 ألف فلسطيني، بما في ذلك العديد من المدنيين وتشريد العديد من الأسر مرارا وتكرارا. هل تؤكد للوزيرة أن الحكومة البريطانية ستستخدم السبل الكاملة لضمان وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية؟ نعم، أستطيع أن أقول إن حل هذا الصراع كان أولوية منذ اليوم الأول للحكومة الجديدة، ونحن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس وبدخول المزيد من المساعدات إلى غزة. الحكومة البريطانية تتعرض لضغط شديد من الشارع البريطاني ومن مجلس العموم بضرورة تفعيل مطالب وقف إطلاق النار في غزة إلى واقع حقيقي على الميدان. ليس أمام رئيس الوزراء الآن بعد هذه الحملات الشعبية والسياسية والإعلامية أيضا والضغوطات الكبيرة الداخلية والخارجية إلا اتخاذ قرار حقيقة يكون يعني يظهر حكومة العمال بأنها هي حكومة ضد الحرب وهي أيضا حكومة تحترم قرارات الشرعية الدولية. بريطانيا تشهد بشكل شبه أسبوعي مظاهرات في عديد المدن أبرزها العاصمة لندن من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. يبدو أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس العموم البريطاني قد سئموا مطالب غير مجدية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ويضغطون بشكل أكبر على الحكومة البريطانية لتفعيل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، خاصة في ظل ظروف إنسانية قاسية. محمد الفنيش، قناة الغد، لندن.